ليه مطلوب السيسي ما يكملش من بعض الأصدقاء قبل الأعداء؟ والحملات ضده بتزداد شراسة كل يوم. الإجابة ببساطة ووضوح، السيسي كسر أخطر 7 خطوط حمراء هي اللي خلته مطلوب إنه ما يكملش غربيا وإسرائيليا، وللأسف من بعض الدول في الإقليم من الأصدقاء قبل الأعداء. 7 محظورات كانت مفروضة على مصر لتقوية قوتها وقدرتها وتحجيم نفوذها وتطويعها وحصار استقلالها الوطني. أولاً السيسي كسر كل الخطوط الحمراء المرتبطة بتسليح وقوة الجيش المصري، من أول تحويل القوات الجوية لقوات بعيدة المدى، ونفس الشيء في البحرية بحاملات المروحيات والغواصات والفرقاطات العملاقة. ده بخلاف تطوير منظومات الصواريخ للقتال التلاحمي الجو-جو خلف مدى الرؤية، بالإضافة لتوطين تكنولوجيا التصنيع مع كل صفقة سلاح، والأهم سياسة تنويع مصادر التسليح. وخدها قاعدة، كلما ازدادت قوة الجيش المصري ازدادت معاه لحظيا مساحة النفوذ المصري في كل ملفات الإقليم، فأصبح هو الخطر المتبقي على مؤامرة مشروع الشرق الأوسط الكبير والكيان المحتل، خصوصا بعد تدمير الجيش العراقي والسوري والليبي وتحييد اللبناني والسوداني واليمن. ثانيا، مجموعة المشاريع اللي بتسحب البساط الاقتصادي من بين أسنان إسرائيل وبعض الدول الإقليمية، وتحديدا تطوير ميناء العريش، عمل خط السكة الحديد طابة العريش والعريش بورسعيد والعين السخنة العالمين، محور قناة السويس، شبكة الطرق اللي بتربط بين المواني دي. هذه المشاريع دمرت طموح إسرائيل ودول أخرى من إنها تكون مركز تجاري رئيسي في الإقليم، خصوصا في طريق الحرير الصيني لصالح مصر. ميناء العريش ده بالذات ضرب الاقتصاد الإسرائيلي في مقتل، لأن معظم دول المنطقة زي العراق والأردن وسوريا وجنوب لبنان والضفة الغربية ملهاش ساحل على البحر المتوسط، فكانت بتعتمد على موانئ إسرائيل في الاستيراد والتصدير. النهاردة بعد افتتاح وتطوير ميناء العريش سيصبح المنفذ البحري لكل هذه الدول للاستيراد والتصدير. أمال انت فاكر وتمركز الإرهاب في المنطقة دي كان صدفة؟ وهجوم الإعلام المأجور على المشاريع دي كان عشوائي؟ لا طبعا، ده لأنهم لسان حال الأجهزة المعادية وإعلام عبري ناطق بالمصري. ثالثا، سيطرة مصر على منظمة منتدى غاز المتوسط واللي مقرها القاهرة واللي بتعادل الأوبك في البترول، واللي جعلت مصر المركز الإقليمي الأكبر لتداول الغاز في المنطقة بعدما ما تحولت من العجز إلى التصدير ومورد رئيسي لأوروبا. رابعا، خطط مصر للربط الكهربي بأوروبا وإفريقيا وأسيا بعد مضاعفة الإنتاج، مما يضعها في مكانة سياسية ضخمة تتضخم معاها نفوذ مصر السياسي والاقتصادي والعسكري. خامسا، تعمير سيناء وربطها بلحمة الوطن بثلاث أنفاق وخطوط سكك حديدية ومدن جديدة جعلها تسقط للأبد من طموحات عودة المحتل ليها مرة تانية، خصوصا أن التعمير هو بناء ودفاع في ذات الوقت كما قال العظيم جمال حمدان. سادسا، تحقيق الاكتفاء الذاتي بقدر كبير في الدواء والغذاء، وهما ضلعين في مربع الاستقلال الوطني مع الطاقة والسلاح. مشاريع مصر الزراعية اليوم في كل مكان، من توشكا لشرق العوينات لسيناء والدلتا الجديدة، وتنفيذ مشروعات مائية للتحلية والمعالجة بتريليون جنيه أضافت حوالي 25% من الحصة النيلية، مكنت مصر من زراعة واستصلاح حوالي 2.5 مليون فدان وهي ربع إجمالي مساحة مصر المزروعة، ونفس الشيء في المشروعات الدوائية واللي وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي منها 93% ومرفق المصدر الرسمي. سابعاً، اتباع سياسة الخروج من العباءة الغربية والانفتاح على الصين والهند وروسيا وعدم الاحتساب على معسكر بعينه، بأن نصبح قطب في حد ذاته بتوازن دبلوماسي دقيق في أكثر لحظة استقطاب عالمي منذ الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. كل هذه الخطوط الحمراء حطمها السيسي متحدياً الشرق والغرب والأصدقاء قبل الأعداء. وبعد ما فشلت المؤامرة في تركيع مصر بالإرهاب اللي سحقناه، أو الضغط الاقتصادي تحت وقع الأزمة العالمية الاقتصادية اللي نجونا منه، فأصبح الحل الوحيد هو التحريض ضده من الداخل واللعب على وتر إشعال الفتن ونشر الشائعات وتحريض الشعب والجيش ضده وإظهاره بلا شعبية حقيقية بين المصريين نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والغلاء العالمي، وتصويره أنه أزمة مصرية وأنه بسبب سوء الإدارة، وكأن تخفيض تصنيف النظام الائتماني الأمريكي وإفلاس البنوك الأمريكية وأزمة الديون الأمريكية بسبب السيسي، وكأن تخفيض النظرة المستقبلية للاقتصاد البريطاني
بسبب السيسي، وكأن دخول الاقتصاد الألماني أقوى اقتصاد أوروبي حالة الركود رسميا بسبب مشاريع السيسي، وكأن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمي بسبب مشاريع السيسي. والحقيقة إن لولا اللي عمله الرئيس السيسي في سنوات ما قبل الأزمة كان زماننا النهاردة مش مشكلتنا ارتفاع الأسعار زي غيرنا، ولكن كانت عدم وجود المنتجات أساسا في الأسواق وبأي سعر، وعدم قدرتنا كدولة على سداد التزاماتنا الدولية أو الإفلاس المحقق. عشان كده توقعوا حملات ممنهجة متصاعدة ضده خلال الفترة المقبلة بشتى الطرق حتى لا يكتمل مشروع الاستقلال الوطني. هذا الكلام ليس دفاعا عن السيسي، ولكن دفاعا عن مشروع استقلال مصر. زي النهاردة من 10 سنين كنا شبه دولة، واليوم بين دولة محترمة قوية عافية نتباهى بيها بين الأمم. زي النهاردة من 10 سنين الإخوان افتكروا إنها لحظة التمكين وإنهم قاعدين في الحكم 500 سنة. زي النهاردة الإخوان تخيلوا إنهم يقدروا يفككوا الجيش المصري ويعملوا حرس ثوري ويحولوا الجيش المصري العظيم لشركة أمن تخدم الأجندة والمصالح الغربية. زي النهاردة الإخوان تصوروا إنهم ممكن يخطفوا دولة وشعبها، وإن المصريين هيخافوا من إرهابهم وتهديداتهم وميليشياتهم لما ترموا في حضن الشيعة وتنظيم الملالي الإيراني. زي النهاردة ما كانش فيه بنزين ولا كان فيه كهرباء ولا استقرار ولا أمن وأمان ولا احتياطي نقدي ولا استثمار ولا سياحة ولا تصدير ولا إنتاج. كان فيه بس إرهاب وطرق متكسرة وزحمة قاتلة وبلطجة ومظاهرات فئوية وعشوائيات وتعدي على أملاك الدولة وفيروس سي. كان فيه مشروع أمريكي لتحويل مصر إلى دولة مارقة، ده المصطلح اللي بيطلقوه على الدول اللي بيجهزوا لها نفس مصير العراق وأفغانستان. زي النهاردة لو كان السيسي خاف ولا عمل حساب الإخوان والأمريكان، كان زماننا كشعب مصر بين سندان التشريد والتفكك والحروب الأهلية والفشل، وبين الاحتلال بالوكالة والإهانة والمهان. لو نسيت أفكرك كمان، زي النهاردة المواطن كان بيحتفل إنه خرج برغيف العيش من الفرن سليم وإنه لقاه أصلاً. زي النهاردة المواطن كان بيحتفل إنه خرج بأنبوبة بوتجاز ده إن لقاها أصلاً. زي النهاردة المواطن كان بيحتفل إنه مون عربيته وإنه لقى بنزين أصلاً. زي النهاردة المواطن كان بيحتفل إن الكهرباء رجعت 2-3 ساعات في اليوم بسبب تخفيف الأحمال وعدم وجود كهرباء كافية. زي النهاردة ترعى مصر كانت مستنقع للأمراض والقمامة والحشرات والزواحف. زي النهاردة حوالي 5 مليون مواطن كانوا عايشين في صفيح أو عشوائيات خطرة إن لقوها أصلاً. زي النهاردة 10 مليون مواطن كانوا بيعانوا من فيروس سي اللي انتهى تماماً النهاردة. زي النهاردة كان بيموت سنوياً على الطرق بسبب الحوادث بسبب سوء الطرق أكتر من 100 ألف مصري كل سنة، انخفضوا 75% بسبب تطوير الطرق. زي النهاردة المواطن كان بيموت في انتظار قوائم الانتظار علشان يعمل عملية على نفقة الدولة، النهاردة قوائم الانتظار دي بقت من الماضي. زي النهاردة المواطن كان بيقعد بالأيام علشان يخلص ورقة حكومية وسط الرشاوي والحر، النهاردة بيخلصها من الانترنت وبتوصله لغاية البيت. زي النهاردة المواطن ما كانش بيلاقي مكان في أتوبيس نظيف أو قطار محترم وكانت التذاكر بتتباع سوق سودة. زي النهاردة السياحة كانت متدمرة واللي شغالين في السياحة بيتهم كان مخروب بسبب فوضى الإخوان وإرهابهم. زي النهاردة الاستثمار الأجنبي هرب وقفل مصانعه وكانت البطالة عند 13.8% والشباب بالملايين على القهاوي، النهاردة بيعمروا كل شبر في مصر. زي النهاردة ميليشيات الإخوان كانت محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية والميادين الرئيسية، وكنا بنخاف ننزل من بيوتنا ولا في شغل ولا مشغلة وخراب بيوت للكل. زي النهاردة ربع المصريين كانوا عايشين من غير صرف صحي وكانوا متعايشين مع الكاذورات والأمراض والطرنشات والكاسحات، النهاردة بعد حياة كريمة ما بقاش فيه الكلام ده. زي النهاردة طب تعالى نتكلم عن النهاردة. هل تعلم حضرتك انه بالورقة والقلم انه اللي عمله السيسي في 10 سنين اللي فاتت قد اللي اتعمل في تاريخ مصر كله؟ هل ده كلامي؟ ده كلام مؤسسة كريدي سويس اللي بتصدر تقرير سنوي عن صافي ثروات الأمم، بتقول فيه ان صافي الثروة القومية في مصر ارتفع من 500 مليار دولار الى 1400 مليار دولار، يعني اتضاعف 3 مرات بسبب المشاريع القومية اللي بيقولولك على مدار الساعة انها ملهاش لازمة. حضرتك مصر قبل 2014 في تاريخها كله ما كانش عندها غير 35 صومعة قمح بتخزن 1.25 مليون طن قمح يكفوا مصر يدوب 3 شهور.
والنهاردة مصر بقى عندها 75 صومعة بيخزنوا 3.6 مليون طن بيكفوا مصر قرابة السنة. قيس على ده كل القطاعات. أرصفة الموانئ كمثال آخر كانت 35 كيلو، اليوم 75 كيلو. شبكة الطرق كانت 24 ألف كيلو، بقت 40 ألف كيلو. قدرة إنتاج الكهرباء من 20 جيجا إلى 60 جيجا. شبكة السكة الحديدية كانت 3000 كيلو، هتبقى 6000 كيلو بعد القطار الكهربي. شبكة نقل الكهرباء اللي كانت 20 ألف كيلو متر، النهاردة 50 ألف كيلو متر. ونفس الشيء في الغاز وتحلية المية واستصلاح الأراضي والبنية التحتية. كلها نماذج لما بتبحث في الأرقام بتكتشف إن اللي السيسي عمله قد اللي اتعمل في تاريخ مصر كلها. ولسه بتسأل هو بيتحارب ليه؟ بيتحارب من أصدقاء وأعداء علشان مصر بقت أكبر من الجميع. علشان مصر بتسحب البساط السياسي والاقتصادي من بين أسنان الجميع. علشان كده توقعوا حملات ممنهجة مسعورة متصاعدة ضده خلال الفترة اللي جاية بشتى الطرق، حتى لا يكتمل مشروع الاستقلال الوطني ومشروع قوة مصر. هذا الكلام ليس دفاعا عن السيسي، ولكن دفاعا عن مشروع استقلال مصر. هذا الوضع يجب أن يكون واضح لكل مصري، حتى لا يأتي علينا يوم نبكي فيه كالنساء على وطن لم نحافظ عليه كالرجال. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.